نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين اللي تهمهم الامر. تنقولوا اليوم راه حنا هنا، حنا راه ماشي كنبيعوا الفاطون والجاز ولا غير لا، راه نقدروا نديروا نهضوا فكريه، راه نوصل لكم الفكر ديال داكشي اللي كندير. راه شحال عمر شي واحد ما بين ان الصناعه التقليديه هي ثقافه، راه موروث هذا. واش عباد الخطاب الملكي اش كنلقاو الملكات بيرو في كلشي صناعه تقليديه، الصربيه الصباغه كلشي ديكور صناعه تقليديه. شنو كيعني هذا؟ رمز البلاد حط الصناعه التقليديه. اذا حنا شنو الدور ديالنا؟ خصنا نخرجوا من داك النمطيه ديال احنا محقورين وحنا ما عندناش. لا، حنا الصناع التقليديين كنديروا ندوات علميه وفكريه وتنجيبوا الاساتذه اولا الهدف من هذه الندوات الفكريه هو ايصال صوت الصانع التقليدي اينما كان، واننا نبداو نعتبروا الصانع التقليدي ماشي غير صانع تقليدي بداك المفهوم النمطي، ولكن الصانع التقليدي راه يمكن ليه يدير ندوات، يمكن ليه ينتج فكر، يمكن ليه يدخل في المولود الثقافي ويردوا فكر، وبالتالي يمكن ليه يكون عنده اشعاع عبر العالم ويقيس كي قلنا في الندوه ديالنا الجاليه ديالنا في ربع المعمور، ويشجع كذلك التواصل مع الجاليه ديالنا ولما لا التبادل التجاري وبزاف ديال الامور اللي غايتهم الصانع التقليدي ديالنا. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السيد عبد الرحيم الزمزمي رئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط سلا القنيطره المحترم. الآنسة شيماء الزمزمي المستشارة البرلمانية المحترمة. السيدات والسادة ممثل السلطات، السيدات والسادة ممثل الأحزاب السياسية والمنتخبون الأفاضل، السيد ممثل المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، السادة والسيدات الصناع والحرفيين التقليديين الأجلاء، لتنظيم هذه الندوة الهامة والتي تأتي في سياق وطني مليء بالدلالات انسجاما مع روح توجيهات الملكية السامية. تأتي أهمية هذه الندوة الفكرية حول موضوع دور الجالية المغربية للتعبير عن الدور الهام الذي تلعبه الجالية المغربية كقوة ناعمة في نشر الثقافة المغربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية. المغربية المقيمة في الخارج ودورها الكبير في تشجيع اقتناء منتوجات الصناعة التقليدية. كما تعلمون أن الصناعة التقليدية تعتبر جزءا هاما من الهوية الثقافية المغربية، وهي تعكس مهارات الحرفيين والصناع التقليديين على حد سواء، وهي كذلك تجسد الوعاء الذي يحتوي التراث المادي واللامادي للهوية المغربية. ومع وجود جالية مغربية نشطة في الخارج يمكن لدعمهم وتشجيعهم على اقتناء منتوجات الصناعة التقليدية أن يلعب دورا حيويا في تعزيز هذا القطاع الحيوي. وفي المقابل نجد أن الجالية المغربية المقامة بالخارج تتوزع إلى ما يصل إلى 100 دولة، بحيث يتراوح عددهما بين 6.5 مليون بين مختلف الدول المعمور، 5.1 مليون منهم مسجلون لدى الشبكات القنصليات والسفارات. ينضاف إليهم المغاربة المزدادون بالمغرب والمقيمون بالخارج أو مزدوجي الجنسية أو مزدادون والمقيمون بالخارج الذين يحمل أحد والديهم أو كلاهما الجنسية المغربية. هذا الرقم يعتبر بالأهمية بمكان عند مقاربته للموضوع الذي نحن بصدده، حيث يشكل سوقا عالميا مفتوحا سيساعد على انتشار منتجات الصناعة التقليدية عبر العالم، وهذا ما سنحاول ملامسته من خلال هذه الورقة البحثية. أولا الحفاظ على التراث الثقافي، حيث تعتبر منتجات الصناعة التقليدية وسيلة للحفاظ على هذا التراث الثقافي المغربي لتجسد فيها قيم وهوية الثقافات المغربية المتعددة. لذلك وجب العمل على نقله إلى الأجيال القادمة عبر غرس قيم اقتناء هذه المنتجات ومعرفة ما تزخر به من حمولات ثقافية، خصوصا أمام تنامي مجموعة من الماركات العالمية التي أصبحت تستهوي شباب الجالية المغربية المقيمين بالخارج. الغرف اللي حنا كنتعاملوا ليها اليوم على مستوى الأنظمة الأساسية ديالها فارغة، راه دايرة بحال جمعية، راه هذا
انا تفاجئت راه جوج اللقاءات دابا راه كنت نحضر اللقاء السابق ما مستطعش نحضر. انا تفاجئت تيقولوا لي الغرفه غتنظم الدوله. انا تفاجئت لان انا عندي جوج الولايات يعني ولايه انتخابيه وولايه اخرى. تيقولوا لي الغرفه غتنظم الدوله. تقول كيفاش ترى ما عمرها كانت اصلا. واعتقد ما سي الهلالي راه عنده شويه هذا راه يقدر يقول لي واش كيدار شي حاجه في بلادنا في هذه الغرف تجيب الندوات ولقاءات التواصل مع الناس بهذا الشكل يعني ونجيبوا الاساتذه الاجلاء يتكلموا الصناعه التقليديه لانها اشاره لمن يهمهم الامر في بلادنا فهموا لان يمكن ما احنا ما قدرناش نوصلوا لهم الرساله ما قدرناش ندافعوا على الصناعه الصح نقول لهم شكون حنا ولكن اليوم انا افتخر ان الاستاذ جامعي كيوقف هنا ويقول لهم راني نطلعوا في هذه البلاد هما هذه الفئه رغم انهم كيدخلوا المغاير باعتراف جميع الحكومات المتعاقبه اللي تتكلم في السياسه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.